صباح الرياضه وصباح الجمال على كل متابعي شاشه الشروق الفضائيه. ونحن شفنا الرياضه والجيم الصباحي واحساس النشاط. كيف احساس النشاط والاثقال اللي بتحملوها دي في الصالات؟ حصل جربت يا حمزه؟ انا صراحه كنت لاعب مشاهدين الامانه قدام الساده المشاهدين كنت لاعب لفتره من الزمن، لكن يا انسام الجيم داير استمراريه. صحيح، دائما الجسم لما ياخذ يعني كماله بياخذ في ثلاثة اشهر تقريبا عشان يظهر البنيه الجسمانيه بالصوره الطبيعيه على حسب اللعب. يعني انت في المرحله الاولى، فانا حصلت الثلاثه، لكن للاسف شويه فيه عواقب. يعني اذا الانسان تركه لفتره من الزمن الرجعه هي بتكون صعبه بالنسبه له، فعشان كده عايز استمرار الجيم. لكن العزيمه والاصرار في انه نحن بنغي تماما انه العقل السليم في الجسم السليم، وبما انه نحن نكون رياضيين بنكون نشيطين بنكون مدبرين بنكون عقلنا بيكون مستنير ومتفتح. صحيح. مشاهدينا الاوفياء اللي تابعتونا من بدايه برنامج صباح الشروق واللي ظلتوا دائما تتابعوا قناه الشروق بكل حب بكل موده، عادت الشروق بثوب جديد برؤيه شامله متكامله. سعداء انه يكون معنا داخل الاستوديو استاذ فؤاد عبد الرحيم مدير قسم البرامج بقناه الشروق وشبكه الشروق. اهلا بك، صباح الخير. صباح النور وصباح الخير على كل المشاهدين في على امتداد البث، وسعيد انه اكون في اول يوم من صباح الشروق، ونفتكر انه تهنئه خاصه لكل التيم العامل، برامجيين ومقدمين وتيم فني ومهندسين، في انه نطل اليوم اطلاله مغايره ومختلفه لصباح الشروق، ونتمنى انه نقدم ما هو مفيد ويشكل اضافه للاعلام والمرئي في السودان ان شاء الله. استاذ فؤاد صباح الخير عليك، وبما انه نحن طلينا هذا الصباح عبر المباشر لشاشه الشروق، حبينا انه نعرف الناس ونوريهم المحتوى الجديد للشروق، شنو ممكن تقدمه للشروق يكون مختلف. عشان كده خليناك انت اليوم تكون حضور بيننا عشان ما تنور المشاهد بالشروق الجديده وبرامجه وانتاجه وجماليات اللي هم بينتظروها. شكرا. حقيقة طبعا هي أول حاجة المسمى طبعا اختلف من قناة الشروق الفضائية لشبكة راديو وتلفزيون الشروق، وده يمكن هي محاولة من الإدارة في اتجاه إنه تكون في مؤسسة رايضة قادرة تشمل كل الوسائل التواصل أو وسائل الإعلام المختلفة، والتشبيك ده هو بشكل إضافة حقيقية على الشاشة بشكل خاص، وبالتالي بقت فكرة الغناء هي ما خارج هذا التراك. واحد، اثنين، الغناء جاية برؤية مغايرة ومختلفة، هي ما نسف للماضي بقدر ما هو امتداد له وتطوير لما كان مسبقا، وبالتالي جات برؤية مختلفة اللي هي الأول فيها إنه نحن محتاجين ندير هذا التنوع. السودان ده بتنوعه الثقافي والإثني والجغرافي وكذا، نحن محتاجين ندير هذا التنوع، وهذا التنوع هينعكس بشكل مباشر في الشاشة بدءا من أشكال المقدمين اللي هي لأول مرة هيحصل استيعاب لكل السحنات السودانية، وده المقصود منه إنه كل سوداني الآن هو موجود على جغرافيا هذا الوطن يكون قادر يلقى رقبته داخل هذه الشاشة. ده واحد من الإضافات، إضافة لأنه الشاشة هي منفتحة بشكل رئيسي خارج إطار الحيطان الأربعة اللي هي الاستوديوهات بشكل كبير، بقدر ما أنه نحن نكون منفتحين على أرياف السودان المختلفة، وحنستنطق مجموعة ثقافات والخطاب الجمالي المختلف وأشكال التعبير الشعبي وشكل النشاط الاقتصادي وحالة التسامح والمحبة اللي بتميز بها السودان بكل مجموع قيمه الجمالية والقيم الأخلاقية اللي هي بتأسس للشخصية السودانوية بشكل كبير. بالتالي دي كانت الفلسفة الأساسية اللي هي حتتبني عليها بالتالي مجموعة القضايا المطروحة في الساحة حيتم معالجتها عبر قوالب وأشكال برامجية مختلفة. أستاذ فؤاد، أنت ذكرت نقطة مهمة جدا والسادة المشاهدين هم بيتابعونا الآن، السودان ده ممتد وشاسع وواسع بمختلف ثراه، وتتكلمت عن إدارة التنوع. احنا المشكلة الحقيقية في السودان هي إدارة التنوع في حد ذاته، عشان كده بنشوف كثير جدا من الاحتراب القبلي من مشاكل الخاصة بيناتنا نحن، فالشروق هي بذرة لنواط طيبة بالنسبة للتنوع. كيف شكل التنوع ده حيكون؟ هل حتمشوا الولايات تعيشوا هموم
المواطنين في كل مناطق السودان، ولا في شبكة مراسين هي في كل ولايات السودان بالتحديد من مسمى شبكة الشروق؟ يعني هو مجمل الحاجتين اللي انت ذكرتهم مع بعض، ويمكن في تجربة الآن هنشوف بعض المشاهد اللي هي كاميرا الشروق طلعت على ولايات كردفان الكبرى وبدت جزء من تجاربها. الآن شغالين على مشروع اللي هي الأزمة الحائمة الآن في البلد اللي هي أزمة الفيضانات. عندنا مراسلين الآن موجودين في المناقل لتغطيات ما يدور داخلنا، فبالتالي هو هيكون عندنا المستويين اللي هي المستوى الحركة من المركز اتجاه الأرياف والأقاليم المختلفة لاستنطاق ثقافاتها ولهجاتها وأشكال تعبيرها، واحد. واثنين، يظل فكرة المراسلين اللي تميزت بها الشروق كواحدة من القنوات اللي تميزت ورائدة جدا في مسألة المراسلين، حتظل مسألة المراسلين هي قائمة. وبدينا في تأسيس عدد من تحديدا الآن عندنا تجربتين بدن، اللي هي تجربة في شمال كردفان لتأسيس المكتب الشروق اللي هي كردفان الكبرى، وفي نفس الوقت بدت المكتب الثاني اللي هو مكتب الإقليم الأوسط اللي هو بيشمل سنار والجزيرة والنيل الأزرق، وده برضو بدت في إنتاج تجارب مختلفة. الحقيقة المسألة بتاعت الآن خطاب الكراهية وخطاب العنصرية العالي جدا، نفتكر أنه دي واحدة من الاستهدافات المركزية اللي هتشتغل على القناة، باعتبار أنه نحن نسعى إلى مسألة التسامح والمحبة، وهي أصلا موجودة ومغروسة داخل ثقافاتنا وفي أشكالنا المختلفة. في مستويات عليا ده موضوع تاني مختلف، لكن بالنسبة لنا على مستوى الواقع الاجتماعي والسلم الاجتماعي، على الأقل ما قدرنا نشاهده وما قدرنا نعايشه من خلال الرحلات الطلعات القناة الشروق الآن، هنكتشف إنه يعني ده خطاب فوقي أكثر من إنه هو استنطاق للحالة الحقيقية لدى المجتمعات السودانية. وعشان كده حنشتغل عليه مجموعة بتاع البرامج حتصها في عناوين وأشكال البرامج اللي حنطرحها إن شاء الله. ومن خلال كلامك الشيق والثر للمشاهد، أنت وعدته ويبقى هو موعود بعدد من البرامج المختلفة بالتنوع اللي أنت تكلمت عنه، لكن خلينا نشوف أبرز البرامج اللي موجودة الآن عشان ما نشاهد منها مع المشاهد في الشاشة شنو الموجود الآن في شاشة الشروق. طيب نحن الآن يمكن في مستويات البرامج عندنا مثلا، حنذكر بعض الاسماء، عندنا برنامج اسمه بروفا. طيب البرنامج ده هو القصد منه متابعه ما ينتج في مجال الموسيقى، واسم من خلال المطبخ الموسيقي ما قبل ظهور المنتج الى المتلقي. واحد. عندنا برنامج اسمه اعلى النفق، هو ده برنامج هيشتغل على قضايا اساسيه بتاعت مفاهيم متعلقة بحقوق الإنسان بواجباته باتجاهاته بواحد. عندنا برنامج اسمه حوارات، هو ده معني بالحوارات المشتغلة على مستوى الثقافي والمستوى الفني والمستوى المنتج اللي الداعي بشكل عام. ده واحد مثلا من البرامج. عندنا برنامج عنده علاقة باستنطاق حالات التصوف لدى الشعب السوداني، باعتبار انه التصوف واحده من الحالات المسكون بها الشعب السوداني بشكل كبير. صحيح. اللي هو المسيد مختلف. والمسيد ده حاله براها مختلفه، وده التنوع اللي كنا نتكلم عنه. نحن حنواصل لكن